كلنا بنحلم تقريبا بشكل يومي، لكن المشكلة بتكون ان احنا بنصحى غالبا مش فاكرين احلامنا ما عدا الكوابيس طبعا، وبنحاول بكل جهدنا ان احنا نفتكر حلمنا بايه او حتى اي تفصيلة من الحلم، وغالبا ما بنفتكرش، ودي من الحاجات اللي بتسبب حالة من الضيق لكتير مننا. طيب احنا ليه ما بنفتكرش احلامنا بالرغم من ان بيكون معداش غير دقايق عليها؟ الخبراء بيقولوا ان عدم القدرة على تذكر الاحلام مشكلة شائعة، وتعمل دراسات عن اسباب الظاهرة دي، واثناء بحثنا لاعداد حلقة النهاردة لقينا تقرير بيوضح الاسباب اللي بتخلينا نصحى مش فاكرين احلامنا، وتلخصت الاسباب في مجموعة من النقط هنشوفها مع بعض. بس الاول خلونا نشوف ايه هي الاحلام. في البداية الأحلام هي سلسلة من الأفكار والصور والأحاسيس اللي بتحصل في العقل أثناء النوم، وبسببها بنحلم، علشان الأفكار والصور والأحاسيس دي بتنشط مناطق معينة في الدماغ من خلال نشاط كهربي وكيميائي بيحصل في المخ. وبترتبط الأحلام بمرحلة حركة العين السريعة في النوم اللي بتحصل أثناء النشاط المكثف داخل المخ، وبيستهلك الدماغ ساعتها كميات كبيرة جدا من سكر الدم اللي هو الجلوكوز والطاقة. الشخص الطبيعي بيستغرق حوالي من 15 ل 20 دقيقة علشان يدخل في النوم، بعد كده بيدخل في المرحلة الأولى والتانية، وبينتقل خلالهم لمرحلة نوم حركة العين السريعة، وده بياخد حوالي 45 دقيقة. بعدها بينتقل لمرحلة النوم العميق اللي بتشمل المرحلتين الثالثة والرابعة من مراحل النوم، وبتستغرق برضو حوالي 45 دقيقة. وزي ما قلنا الأحلام بتحصل في مرحلة حركة نوم العين السريعة. لخص الأطباء أسباب عدم تذكر الأحلام في النقط اللي هنشوفها مع بعض دلوقتي. رقم 1، نوم حركة العين السريعة ما بيحصلش بشكل طبيعي، أو إن الشخص بيعاني من مشاكل في المرحلة دي، فبالتالي بتكون عنده صعوبة في تذكر الأحلام بعد ما بيصحى. رقم 2، بعض الأدوية زي مضادات الاكتئاب كمان ممكن تسبب اضطرابات في النوم تؤثر على قدرتنا على إن احنا نفتكر أحلامنا. رقم 3، تناول المشروبات الكحولية. 4، اضطرابات النوم المختلفة خصوصا أثناء فترة النوم الريمي أو نوم حركة العين السريعة. 5، التوتر والحالات النفسية الوحشة. 6، الشخير وانقطاع النفس أثناء النوم. 7، حدوث حالة بتسمى بشلل النوم، وخاصة في فترة النوم الريمي. بيقول الخبراء إن في مجموعة من العادات اللي ممكن تساهم في تحسين تذكر الأحلام، منها مثلا إن احنا نحط نوت بوك صغيرة جنب السرير، بحيث إن احنا أول ما نفتح عينينا نكتب الحلم على طول عشان نقدر نفتكره، وده طبعا بيكون قبل ما بنقوم من السرير. رقم 2، علاج مشاكل الذاكرة. رقم 3، التخلص من اضطرابات القلق والمشاكل النفسية اللي ممكن نتعرض ليها، لأن ده كله بيؤثر على قدرتنا على تذكر الأحلام.